السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة سعيد التقنية في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بإرجاع فيرموير هذا الروتر من الأوبن ويرت إلى الفيرموير الأصلي لهذا الروتر MR3020 فيرسيون 1. إذن سنقوم بربط الروتر بالحاسوب عبر كابل RJ45، ثم نتجه إلى الحاسوب. إذن نذهب إلى المتصفح جوجل ثم نقوم بكتابة MR3020 firmware download، ثم نذهب إلى الرابط حسب يعني الفيرسيون التي يحملها الروتر لديك. إذن أنا لدي فيرسيون 1، أدخل إلى هذا الرابط، ثم أذهب إلى فيرموير، ثم أقوم بتحميل آخر إصدار تيليشارجمون. أضعه مثلا على الديسكتوب ثم التحميل. نقوم بغلق هذه النافذة، بعد ذلك أتوجه إلى إعدادات الإنترنت، Change Adapter Option، ثم أقوم بتغيير إعدادات الشبكة TCP/IPv4، ثم 192 168 1 33 على سبيل المثال، ثم 192 168 1 الذي هو الاي بي الافتراضي للروتر.